اهلا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يسرى، والنهارده الفيديو عن طريقه المكياج دي اللي انا عاملاها دلوقتي. بنات كتير سالتني في فيديو مشتريات مدنيسه عايزين طريقه الميك اب، فانا قلت اعمل لكم المكياج سهل جدا. هو مكياج يومي وسهل جدا، وينفع تخرجي بيه تقابلي اصحابك، تروحي بيه الشغل، تعملي في البيت، حلو جدا. وكله من باليت واحده وما فيهوش فاونديشن، هو كونسيلر بس. لو حابين تشوفوا الطريقه تابعوا الفيديو. لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتضغطي لايك على الفيديو ده. يلا نشوف المكياج. اول خطوه طبعا لازم نرطب بشرتنا كويس جدا، خصوصا حوالين العين، وخصوصا الناس اللي بشرتها جافه زيي. فانا واحده من الناس بشرتي جافه، فلازم ارطب بشرتي كويس جدا. انا بستخدم اي مرطب، استخدمي اي مرطب عندك. انا استخدمت هنا بايوديرما، حلو جدا البشره الجافه. تاني حاجه بقى بعد ما نرطب بشرتنا، هي دي خطوه اختياريه، مش لازم يكون عندك برايمر ولا اي حاجه، بس انا بفضلها لان انا زي ما قلت لكم بشرتي جافه، فلازم عشان البشره بشكلها احلى يعني، والمكياج ما يدخلش في الخطوط اللي تحت العين، فبستخدم البرايمر ده. هو من الف، برايمر حلو جدا، وفي لمعه كده جميله قوي قوي، خصوصا ان انا في المكياج اليومي اللي انا هعمله لكم ده انا مش بستخدم فاونديشن، هو كونسيلر بس. فالبرايمر ده بيدي لمعه تحفه جدا. اهو البرايمر من الف، اسمه illuminating face primer من الف. بعد البرايمر والفاونديشن هنعمل ايه؟ انا بستخدم كونسيلر. انا زي ما قلت لكم المكياج اليومي ما بحطش فيه فاونديشن. هستخدم كونسيلر 16 hours كامو كونسيلر، ده برده من الف، و اتش دي ليفتنج كونسيلر برده من الف. الاثنين دول ميكس مع بعض بستخدمهم. دي درجته فاتحة نوعا ما، ودي درجته غامقة، فبعمل ميكس بين الاثنين فبيظبط على بشرتي قوي. وبعدين التغطية بتاعته حلوة جدا جدا جدا. انا هبص هنا في المراية عشان اشوف اوضح، لان انا مش شايفة في الموبايل بصراحة. انا بحطه على اي مكان فيه بقع، يعني مثلا عندي تصبغات هنا ونمش وهنا. بعد كده ادمج التاني الفاتح، اللون الفاتح على اللون الغامق عشان يطلع تغطيتهم حلوة مع بعض. زي ما قلتلكم نحاول كده نشوف اي حاجة مشكلة في البشرة ونحط عليها الكونسيلر. بوظت وشي كده زي ما انتم شايفين، حطيت الكونسيلر، هبتدي استخدم صوابعي. مش بستخدم بيوتي بلندر او اي حاجة، بستخدم صوابعي بس، بطبطبة كده خفيفة. انا زي ما قلتلكم بستخدم صوابعي ليه؟ لان انا الهالات الصودا عندي قوية، فلو استخدمت بيوتي بلندر هتاخد نص الكونسيلر، مش هيفضلي اي حاجة على بشرتي، فالتغطية هتقل. فعشان كده انا بستخدم صوابعي زي ما انتم شايفين. بعد ما استخدم صوابعي استخدم البيوتي بلندر، بحيث ان انا اخد اي حاجة زيادة على البشرة واللمعة بتاعت الكونسيلر وكل حاجة عشان يبقى التغطية مظبوطة. هنا برضو نفس الموضوع بصوابعي. خلاص انا وزعت الكونسيلر بايدي، هتيجي بقى خطوة اللي هي البيوتي بلندر. بعمل بيها ايه؟ بطبطب كده على البشره، بحيث ان لو في اي زيادات من الكونسيلر تسحبها البيوتي بلندر. طب لو ما عندكيش بيوتي بلندر هتعملي ايه؟ مش لازم ابدا بيوتي بلندر على فكره للخطوه دي، ممكن تستخدمي اللي هي السفنجه العاديه جدا اللي بتيجي مع اي بريست باودر عندك. اكيد كلنا عندنا السفنجه دي. برضو هتضغطي كده على الكونسيلر نفس وزيت البيوتي بلندر بالظبط. خلاص كده تمام. بعد كده بعد الكونسيلر هنعمل ايه؟ هنحط اللوس باودر. اللوس باودر دي ممكن برضو تستغني عنها وتستخدمي عندك اي باودر، اي كومباكت باودر عندك، مش لازم اللوس باودر خالص. استخدمي اي بودرة عندك، بس عشان تثبت الكونسيلر ما يتحركش من مكانه او ما يدخلش جوه الخطوط، لان مع الوقت بيقعد يدخل جوه الخطوط اللي تحت العين وبيخطط، بيبقى شكله مش حلو. فعشان نثبته في مكانه بنحط اللي هي اللوس باودر دي او اي بودرة عندك. على كل الاماكن اللي احنا حاطين عليها كونسيلر نمشي عليها بالبودرة، اي بودرة عندك، لوس باودر او كومباكت باودر، وخلاص بس كده. خصوصا فوق العين، عشان دايما الكريس اللي هو فوق العين ده، الجفن المتحرك، لما بنفتح ونقفل كتير الكونسيلر بيثبت هنا. بعد ما خلصنا الكونسيلر واللوس باودر هتيجي خطوه الحواجب. انا بحب ارسم حواجبي قبل اي حاجه بصراحه، دي طريقتي يعني. فانا بستخدم حاجتين،
القلم ده اللي هو precisely من شي ان جايباه، لان بصوا رفيع جدا جدا، وده احسن حاجه تستخدموها للحواجب. او بستخدم الف برضو، جميل جدا، بس هو التخين شويه يعني، فانا برتاح اكتر مع القلم الرفيع ده، وبعدين لونه طبيعي قوي. فانا دلوقتي هرسم حواجبي، انا حواجبي نوعا ما يعني تقيله من هنا وخفيفه من قدام، فانا بركز دايما على الحتت اللي هي فيها فراغ شويه من قدام ومن الاخر يعني، لان هي مقطومه شويه. فانا بس بعمل خط كده من تحت وبسرحها بالراحه جدا، لان انا ما بحبش اغمقها قوي يعني، يبقى شكلها مش حلو. وبرسمها من ورا كده، بصوا كانكم بتسرحوا الحواجب بالقلم. وبعد كده بالفرشه بتاعه القلم بروح مسرحاها كده من ورا برضو نفس الموضوع. لو حسيتي ان هي خفيفه شويه ممكن يعني ايه، وانت بترسمي حواجبك ما تقليش القلم يعني، حاولي دايما تخففي ايدك وانت بترسمي حواجبك، لان اللون لما بيتقل قوي على الحواجب بيبقى شكله فيك قوي ومش حلو. فاحنا عايزينها تبقى طبيعيه نوعا ما، وفي نفس الوقت مش رسم بجد يعني، ده هو مجرد بس يعني تاتشات كده خفيفه بالقلم من قدام وبرده من ورا، بس كده سهله جدا يعني، الموضوع مش صعب ابدا. ده بالنسبه للناس اللي هي حواجبها فيها بس بعض الحاجات اللي هي خفيفه زي كده. في ناس بتبقى حواجبها رفيعه قوي فبتضطر ان هي ترسم شعره شعره، انا عمري ما عملتها بصراحه يعني، انا بس بملى الفراغات اللي هي البسيطه من ورا ومن قدام ومن فوق. هنا برضو عندي الحواجب خفيفه نوعا ما، بس كده خلاص خلصنا. وهنا برضو نفس النظام، انا بص هنا عشان المرايه هنا. خط بسيط جدا مع خط الحواجب الاصلي، وبعد كده خط هنا خط عرض منك شويه عادي، مفيش مشاكل، احنا هنظبطه بالكونسيلر بعد شويه، لان انا ساعات بغصب عني بعرض حواجبي قوي فبظبطها تاني يعني. خلصت الحواجب، لو حسيت مثلا الحاجب ده قرب من الحاجب ده بعمل ايه؟ بجيب الفرشه دي، هي مش فرشه، هي زي سفنجه كده، بصوا هي بتيجي مع مجموعه فرش، بتبقى عامله زي من فوق عامله زي القلم كده بوينتد، وبحطها هنا في الكونسيلر وامسحها على ايدي. وبعد كده بعمل ايه؟ بمشي على حواجبي على المناطق اللي انا حاسه فيها ان هي عريضه قوي يعني، انا مثلا حاساها عريضه من فوق من هنا، فهمشي كده بالكونسيلر عليها ومن تحت برضو. خلاص كده انا حاسه ان الاثنين زي بعض. خلاص خلصنا الحواجب، نيجي بقى للاي شادو. انا كنت حاطه في الفيديو بتاع مودانيسا اي شادو من الباليت بتاعت ارتي ستار من شي جلام، اللي هي دي، بصوا هي دي تمام، بجد رائعه جدا جدا جدا. انا بحب الحاجه بتاعت شي ان عموما، فالباليت بتاعت شي جلام بصراحه تحفه. فانا كنت حاطه اللون ده اللي هو مدي على نبيتي او بني غامق. الاي شادو استخدمت فرشه واحده بس اللي هي دي. انا بعمل ايه؟ ببتدي من الكورنر الخارجي للعين يعني، استخدمت لون واحد بس فقط لا غير، لان هو المفروض ان هو مكياج يومي هادي يعني، فمش بنستخدم حاجات كتير. فانا هحط البتاع ده، المفروض بننفض البتاع كده زي الميك اب ارتست، وببتدي من الحته الخارجيه اللي هي هنا. لو انت عيونك مبطنه فافضل حاجه اللي هي الطريقه دي، انا عيوني مبطنه فما بحبش املى كل عينيا من فوق يعني، انا بحب بس احط من الاخر بحيث ان هي تطلع مصحوبه شويه، تبان مصحوبه وتبان ان الجفن المتحرك كبير نوعا ما مش مبطن تمام. فهو ده اللي انا بعمله، بس بحط في الكورنر الخارجي ده كده وافضل ادمن. اي حد يعرف يعمل كده، بس كده خلاص نفضل ندمج لحد ما نحس ان اللون مموه كده ومش تقيل ومش خفيف في نفس الوقت، واضح وشكله متساوي. بس خلاص في العين التانية عندي بقى مشكلة في الزوايا يعني، انا مشكلتي هنا بقى في الزوايا بجد،
دايما بحس ان في عندي عين مختلفة عن عين التانية. انتوا هتشوفوا دلوقتي. هو لونه مدي على نبيتي على بني، مش عارفة هو لونه نبيتي محمر او لونه بني محمر، مش عارفة ايه، بس هو لون حلو عموما. ندمج ندمج ندمج. خلاص كده تمام. اعتقد ان هما متساويين يعني شبه بعض. نحاول نطلع بس الاتنين شبه بعض، دي اهم حاجة. نحاول قدر الامكان ان الاتنين يكونوا شبه بعض. خلصت انا كده الاتنين. بعمل ايه بقى؟ برضو بصباعي نفس اللون، انا استخدمت لون واحد بنفس اللون هو هو، وحطيته على الجفن المتحرك كده. ما بحبش استخدم فرش كتير بصراحة، يعني انا بحب استخدم ايدي اكتر، بحس ان ايدي بتحكم بيها اكتر. المكياج بيطلع احلى ومتساوي، دي وجهة نظري اللي ممكن ما تفرقش مع اي حد يعني. هنا برضو نفس الموضوع. خلاص تمام كده، وزعت الاي شادو على الجفن المتحرك، الجفن الثابت. هجيب برضو فرشة اللي هي مبططة زي كده ونفس اللون ده، بصوا نفس اللون ده اللي انا حطيته، هحطه تحت العينين من تحت كده، خط يعني رفيع، وندمجه. انا ببص هنا في المراية عشان المراية تحت. لو اي حد ممكن يعمل المكياج ده، وسهل جدا وسريع. انا بس بطيئة عشان بتكلم، انما في العادي يعني ما بياخدش ربع ساعة. خلاص خلصنا الاي شادو اللي كله من نفس اللون. هستخدم برضو الفرشة اللي انا قلت لكم عليها، او مش الفرشة اللي هي السفنجة. انا ما اقدرش استغنى عنها، انا على طول يعني بستخدمها في حاجات كتير. فين كده تحس ان هي عاملة زي القلم مدببة، فبعرف اتحكم فيها في حاجات كتير. فانا هستخدم ايه؟ هستخدم لون الاي شادو ده، بصوا اللون ده هو نفس الدرجة دي، بس ده في جليتر شوية، فانا هحطه عند الكورنر بتاع العين. هو ممكن مش هيبان قوي على الكاميرا، بس هو بيدي ضيف الحقيقة. يعني ممكن تستغنوا عن الخطوة دي بما انه مكياج يومي، فممكن نستغنى عن الخطوة دي خالص. الخطوة اللي بعد كده برضو من نفس الباليت، مش يعني مش هنروح بره، برضو من نفس الباليت. هاخد اللون ده، بصوا اللون اللي هو مدي على مشمشي شوية ده، هو لون بيضوي، فانا هحطه فين؟ هحطه في الكورنر بتاع العين عشان يدي اضاءة كده خفيفة. هو حلو جدا وفي جليتر، فبيغير شكل العين تماما. يا رب يكون واضح. هو شايفينه؟ انا بحب استخدم القلم ده قوي، اللي هو القلم النود ده، جوه العين مكان الكحل. بحس ان هو بيوسع العين، بيدي شكل العين احلى من الكحل، يعني من وجهة نظري. فلو انتوا عندكم القلم ده هيدي شكل حلو جدا. لو ما عندكوش القلم ده ممكن تستخدموش حاجة خالص، او ممكن تستخدموا كحل، بس انا بستخدمه. تمام. هو القلم اسمه سكاندل من ريميل لندن، اللون اللي هو النود ده او اللون البيج الفاتح. طبعا الناس، في ناس بتعمل الخطوات دي بترتيب مختلف، بس هو ده الترتيب اللي انا بعمله بصراحة. يعني انا بعمل كل حاجة وبعد كده بحط الماسكارا في الاخر، الا اذا لو احط ايلاينر بحط الايلاينر في الاخر. يعني انا عكس الناس، احط الماسكارا وبعد كده احط الايلاينر. بس النهاردة اللوك يومي، فمش محتاج ايلاينر. انا هحط برضو نفس السفنجة اللي انا على طول بستخدمها دي عشان تحت الحواجب، بس يدي اضاءة كده بسيطة، اللي هو لون ابيض، اي لون ابيض عندك من اي نوع، مش لازم نوع معين يعني. بس النوع اللي انا بستخدمه، الباليت اللي انا بستخدمها اللي هي دي ويت ان وايلد الصغيره، فيها اللون الابيض ده. بصوا نحاول قدر الامكان ان كل حاجه تكون خفيفه، يعني ما تبقاش صريحه قوي، يعني ما تبقاش الالوان جامده، نحاول تكون الالوان خفيفه. انا بشوف ناس بتحط البتاع اللي بيلمع ده تحت حواجبها، بيبقى فظيع، بيبقى صارخ جدا بشكل مش حلو. انما ايه يعني، حاجات خفيفه كده، لان اوريدي تحت الحاجب بيكون منور عن اي مكان تاني، فمش محتاج لون صارخ يعني. الخطوه اللي بعد كده بقى الماسكارا.
الماسكارا دي اهم خطوه فيها ان احنا نستخدم الاي لاشز كيرلر اللي هي دي، بتجيبوها من اي مكان ورخيصه جدا. انا دايما بجيبها من على شيء ان بحاجه عبيطه يعني ب10 ريال تقريبا، فهي دي انا بستخدمها. دي بالنسبه لي اهم من الماسكارا نفسها، لان لو ما استخدمتهاش بحس ان رموشي مش مظبوطه، فانا بستخدمها كده. تقعدي تعملي كده شويه وخلاص الرموش بتترفع لفوق، دي بتظبط شكل الرموش قوي. يعني في ناس طبيعه رموشهم بتبقى مدببه، لما بيحطوا ماسكارا الماسكارا بتبقى عامله كده مدببه كده، لا المفروض الماسكارا تبقى لورا، فيستخدموا دي حلوه جدا جدا، بتظبط الرموش وبتخليها راجعه لورا كده شكلها جميل، كان رموشك رموش صناعيه يعني. فدي خطوه مهمه جدا زي ما قلت لكم. طيب انا بستخدم ايه في الماسكارا؟ بستخدم اسنس اللي هي البرنسس لاش، دي النوع المفضل بالنسبه لي بكل الوانها عموما يعني، بس انا دايما بحب استخدم اللي هي الخضراء. المفروض ان هي واتر بروف بيقولوا يعني ان هي ضد المياه، بس هي مش مكتوب عليها ان هي ضد المياه خالص، وانا بحس ان هي مش ضد المياه، مش بتنشف الرموش وبتطلع بسهوله جدا وانا بشيلها يعني. فانا بستخدمها اهو. اي ماسكارا عندك انت بترتاحي فيها حلوه، بس انا انصح البنات اللي هم لسه هيبتدوا يشتروا ميك اب يشتروا اسنس. ليه؟ لأ ارخص حاجه في الميك اب الدراج ستور، وفي نفس الوقت الجوده بتاعتها رائعه 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 بجد. يعني ممكن تجيبوا ماسكارا اغلى منها بكتير وما تكونش بتعمل نفس الايفكت بتاعها، يعني ما بتطولش رموش ولا اي حاجه زي ماسكاره اسنس. وعارفين الاهم من ده كله ان انت لما بتحطي ايدك على رموشك بعد ما تحطي الماسكارا بتحسي ان رموشك لسه طبيعيه، ما عليهاش برودكت كتير ولا ان هي سميكه ولا ناشفه. احساس ان انا رموشي تبقى ناشفه دي انا ما بحبوش ابدا، بحس ان رموشي بتوجعني بجد. لكن ان الرموش تحتفظ بالرطوبه بتاعتها وكانها طبيعيه، فدي حاجه انا بحبها جدا في اسنس، مش بتبوظ الرموش على المدى البعيد يعني. خلاص احنا خلصنا العين دي، هحط في العين التانية. خلاص خلصنا اول طبقة باللي هي البرنسس لاش اللي لونها اخضر، انا بحب اعيد عليها بقى بالبرنسس لاش برضو اللي لونها موف. دي هما الاثنين زي بعض نفس النوع، بس دي لونها موف. انا مش عارفة ايه الفرق بينهم بصراحة، بس انا بحب الفرشة بتاعت دي، بحس ان هي بتديها تاتش في الاخر كده حلو، يعني بتظبط الرموش في الاخر. بصوا الفرشة بتاعتها رفيعة قوي، فبحس ان هي بتدي بتضيف كده اضافه حلوه للرموش في الاخر، يعني بتظبط شكل الرموش بتسرحهم حلو بيكونوا متناسقين اكتر. ده رايي اللي ممكن ما يكونش ليه اي لازمه يعني. كده خلصنا الرموش العلويه، نيجي بقى للرموش السفليه تحت. انا ما بستخدمش في الرموش السفليه اسنس او اي ماسكارا، انا بستخدم الماسكارا دي من شي ان. عايزه اقول لكم ان هي كانت رخيصه جدا، كان حوالي 14 ريال. بستخدمها ليه بقى الماسكارا دي؟ لانها ضد الميه. وبعدين بصوا الفرشه بتاعتها عامله ازاي، شايفين الرفع يا جماعه؟ حاجه كده وهم يعني، استحاله تلاقوا فرشه رفيعه كده في اي ماسكاره. هي دي السبب الوحيد اللي انا جبتها عشان استخدمها للرموش اللي تحت. اي ماسكاره تانية بحطها في رموشي من تحت بتهبب وبتعلم على رموشي، وانا يعني الموضوع ده بيضايق وبيبوظ الميك اب عموما. فانا بحب استخدم حاجه ضد الميه في نفس الوقت الفرشه بتاعتها رفيعه كده عشان تظبط الرموش. خلاص كده تمام، انا خلصت كل حاجه، فاضل بقى الحاجات اللي هي الاخيره دي اللي هي البلاشر والروج. دي من ويت ان وايلد، فيها المفروض ان هي فيها الهايلايت باودر وفيها الكونتور باودر. انا بعمل ايه؟ انا بستخدمه على انه برونزر، يعني بجيب اي فرشه صغيره عندي واحطه فيها في البرونزر ده اللي هو ده، وبعمل كده بحطه بس في الجزء الاخراني للمناخير من هنا، لان انا بخاف ابوظ الدنيا يعني، ما بعرفش احط كونتور خالص. فهو ده اللي انا بعمله في الجزء الاخراني ده كده، واعمل خطين وخلاص باللي هو ده ووتن وايلد. تمام، نيجي بقى للرجوجو او البلاشر اهو من الف. انا بستخدم برضو الف، انا بحب منتجات الف جدا، بحس ان هي جودتها جميله وافوردبل قوي. هستخدم اللون ده، ده اللي كنت مستخدمه في الفيديو. ممكن اعمل ميكس بين اللونين دول، هو اللون ده واللون ده، بعمل بينهم ميكس كده وبنفط كده واحط الروجر. طبعا الطرحه هتتبهدل بس مش مشكله اهو، هي دي طريقتي.
بص انا نضارتي بدائيه جدا يعني، انا ما بحبش التعقيد يعني. بصوا الحاجات اللي احنا متعودين عليها من زمان هي اللي هتفضل في دماغنا. ما بحبش اعقد الدنيا بقى واستخدم 5000 حاجه واقول لكم مش عارفه ايه، مكبري دماغك. هو المكياج هيطلع حلو في الاخر برضه، متقلقيش. اي حاجه عندك استخدميها وكله هيبقى زي الفل. خلاص كده خلصنا. نيجي بقى للروج. انا ساعتها كنت حاطه في الفيديو بتاع مونانيسا الروج ده اللي هو من ميبيلين نيويورك اللي انا وريته لكم في المشتريات بتاعت مشترياتي من الصيدليه. لو حابين تشوفوا الفيديو هحطه لكم هنا، الراوي هيطلع فوق. الروج ده تحفه يا بنات بجد، حلو قوي قوي وبيثبت بشكل مش ممكن. بس هو مشكلته ان هو ستيكي زي ما قلت لكم، ان هو بياخد فتره على بال ما ينشف، فهي دي مشكلته الوحيده. انما غير كده هو حلو جدا. انا قفشه لوحده تعرف ترسم شفافه بالروج، فبعد ما برسمها طبعا بكون لخبطت الدنيا زي ما انتم شايفين، فبرجع انضفها بالكونسيلر. بعد ما رسمت شفافي وبوظتها زي ما انتم شايفين معوجه من تحت، فهظبطها بالكونسيلر. كل حاجه بتظبط عادي، مفيش اي مشاكل. احط شويه كونسيلر على ايدي واحطه هنا، وبعد كده بس الفنجه اللي انا قلت لكم عليها في الاول اللي هي جوزها مدبب ده، وبظبط الروج من تحت لان دايما بحبب الدنيا ما بعرفش اظبطه ابدا. اعتقد ان هو اتظبط كده. خلاص كده خلصنا كله تمام. هو ده المكياج اللي انا كنت عاملاه في حلقه مشترياتي من مودانيسا. لو حابين تشوفوه هيظهر لكم اللينك هنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما كنتش عقدت لكم الدنيا، وهي دي طريقتي في حتى المكياج. لو انت عايزه مكياج يومي يعني تروحي بالجامعه او تروحي بالشغل او كمان البيت هيبقى حلو جدا. كمان ممكن تستخدمي الوان تانية اهدى من كده. بس هو ده المكياج اللي انا كنت عاملاه في حلقه مودانيسا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو انت اول مره تشوفيني ياريت تشتركي في القناه وتضغطي لايك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.